حق وان شاء الله بخير. اليوم عندنا مباراة نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بين النصر والتعاون، ومن المتاهل اللي حيواجه الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. وعندي لكم عرض أسطوري مقدم من تطبيق المطار. أي حجز تحجزه لمدينة أبها، إن كان رحلة طيران أو فندق في مدينة أبها، حتحصل على تذكرتين لحضور نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. عرض ولا في الأحلام، في الأحلام ما في هذا العرض. غير أنه أجواء السوبر تنافسية ومرة حلوة، أجواء أبها أحلى. وإلحقوا على التذاكر، ترى الكمية محدودة حتى نفاذ الكمية. وأشكر تطبيق المطار على رعايتهم هذه المباراة، ورابط تطبيق المطار في الوصف تحت. لكن شايفين ساديو عرضية أرضية. الله 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 الله. من الدقيقة 7 وشارك في الهدف اللاعب رقم 7، لكنه لمسها لمسة، لكن اللمسة هذه تفرق في الهدف. الله يا ماني، اختراق ماني وعرضية ماني، مع انه انا من اكبر المنتقدين كنت لك يا ماني. ايش هذا يا ماني؟ يا الله يا الله. لابورت، بس شوف هنا، هنا اختراق ماني هو نصف الهدف. شوف العرضية واللمسة السيارة 7 لتجي على طبق من ذهب لأيمن يحيى ليحرز أول أهداف العالمي. الحين شاهد نهائي السوبر بين الهلال والنصر. مايسون، أنت من أفضل الحراس اللي عندنا في الدوري، لكن للأسف أمامك قوة هجومية عالية. العالمي قوة هجومية عالية. لسه الدقيقة ما جات 9، مو 10، 9 ما جات. مع كامل احترامي وتقديري للتعاون، النصر سجل هدف، النصر عينه على النهائي. ومع العلم ترى خيسوس في المدرجات، احذروا منه الشيب ذا، هذا ما حضر الملعب اللي حيكون يسجل في السبورة حقه، كل التعليمات وكل التحركات، احذروا من الشيب. لا لا، مو معقول. اوه يا السحبة. لا 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 لا، النصر هذا الموسم شكله غير. الموسم اللي فات بيعوضوه الموسم هذا. دموعك يا كريستيانو حتكون دموع فرح اتوقع. الله يا السحبة، وفاول المدي قريبة، صرخ مديرة، ايش اللي ناوي عليه الموسم هذا؟ يا اخوان يا اخوان، شو شو شو، قول بسم الله، قول بسم الله، نصيحة قول بسم الله. ها ما قال الله يدي رونالدو يصوب له. ها تعرف كريستيانو؟ اي توكيو توك بسم الله ونو كلام. انت معلوم عبد الله ايش هذا؟ مرة ثانية انت كلام ها؟ لابورت لدينا هنا ساديو ماني. لا 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 لا، هذا ماني؟ عبد الله ايش هذا؟ قول ما شاء الله عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله. ماني الموسم اللي فات، اوه ما شاء الله. الثابت اوتافيو، الثابت اوتافيو. دبل وبوب هذا اللي جات. عبد الله تبغى تشجع النصر تقول كيف؟ لا والله كانت ركضت حلوه، معلش تحمست شويه، معلش راسك يعني كانت ركضت مره بطل. كريستيانو دبل، مو سبارو، مو سبارو، ارفع راسك، ارفع راسك، مو سبارو. ها عيل جامي، هل تهور ام انقذ؟ عالي لجامي، هل جبت العي؟ اوب 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 اوب. ولاعب التعاون حاليا كان حيحرز اول هدف للتعاون. والله كويك بحط له حطه، والله كويك بيعطاك هديه الجماعه، لكن بنته ما شاء الله. هذا شكله، هذا شكله مو هين ذا، هذا بنته شكله اخطبوط جديد في الدوري السعودي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الدوري الان عندنا من اقوى اللاعبين في العالم في المملكه العربيه السعوديه، ولسه القادم افضل باذن الله. أوه. ايش المباراة العنيفة هذه؟ ايش هذا؟ ايش التدخلات العنيفة هذه؟ اوه كريستيانو مسكو. اوه يا ويلك ده كريستيانو. وليد الاحمد، الحكم ممكن يعطيك كارت ثاني. انت داخل يا وليد على اوتافيو، ترى WWE هذه مو دخلة كرة قدم. هو ممكن مو متقصد، بس برضه الدخلة مرة قوية. بيدرو والقوة في التسديد. اوه يا بيدرو، يا الله شوف مصبارو كيف ثبت لي بالصدر، وبيدرو قذيفة ما شاء الله، وبيدرو يتصدى لها. والله صعبة، والله حلوة، بس صراحة اسيست مصبارو بالصدر ولا اروع. اوفسايد، هي كويس ما جت هدف. ماني ماني رجع، ماني الموسم اللي فات، رجع ماني الموسم اللي فات. ايش هذا؟ لا انت اللي شدتها على الطائر ولا انت اللي ثبتها. النصر رجع يضغط على نهايه الشوط الاول، يبغى يضمن هدف ثاني عشان يدخل الشوط الثاني مرتاحين اكثر. الكره باتجاه اوتافيو، حلوه التمريره، حلوه التمريره، اوفسايد. استلمها الدون، لم يستلمها كبير.
لا تقول لا تقول لا تقول ما فيها اوفسايد. والله حسبته هدف، والله حسبته هدف. يا الله يا الله يا ما شاء الله ما شاء الله يا موسى بارو. يا الله القائم القائم وقف معاكم العالمي. ما في اوفسايد، كرة كريستيانو ما كان فيها اوفسايد. يا الله يا الله، لكن تسديدة بارو كانت كما يجب. القائم تصدى، الحكم قال له ما في اوفسايد تفضل، لكن قال انا حسبت اوفسايد. الله انك قاعد تسوقها كريستيانو، ضيعتها. قال اه حسبت اوفسايد، سوق على بعض كريستيانو. الذئاب ما حيصمتوا، الذئاب بيجيبوا هدف تعادل، الذئاب بيجيبوا هدف تعادل. ما شاء الله قذائف قذائف على مرمى النصر وعلى مرمى بنته. يا الله هذا كمان لو جاء هدف عكسي. حذاري النصر، حذاري النصر، هذه الكرة القائم وقف معاكم. الله المرور، الله المرور، هل يكون الثاني؟ هل يكون الثاني؟ الله ماني حرام عليك يا ماني، لسه متت. ماني حرام عليك يا ماني. يا الله ثلاث هجمات ورا بعض، ثلاث هجمات ورا بعض. يا الله يا اللعب، يا الله يا المراوغات والاسيستات والتيكي تاكات. يا الله العالمي، هذه لو جات يا ماني، اه يا ماني فجر يا ماني. ايش الرجل هاي الضعيفة، ايش هاي التسديدة؟ عين والله ما يرسل حارس قوي. اه يا ماني لو جبت الهدف، آه الله يصلحك ويهديك. اه يا عبد الله النصر فوز يا اخوان. الهجمة الحلوة انا اعتجع، الهجمة الحلوة، الهجمة الحلوة، الهجمة الحلوة، الهجمة الحلوة، الهجمة الحلوة. يا ابو ادج بكم يا ابو، تبغون ادعي انه النصر يخسر؟ ايش هذا؟ ورصت اهداف قاعد تضيع النصر، حرام هذا يضيع يا يوم اللحية وهو تسعة بالهدف الاول. يا الله انا دوب قاعد اتكلم يا شباب. لا حول ولا قوة الا بالله. كروت كروت كروت، الشوط الاول اربع كروت صفراء، هذا رابع كرت صراحة. اوتافيو انضرب ضربة هذه المباراة مو طبيعي. يا الله يا الله، ها لا صدق كأنه اوفسايد. اجل كويس ما جات، هي كويس كويس ما جات والله. بس مايلسون، اه يا مايلسون، اه يا مايلسون، اه يا مايلسون، انفراده انفراده هذا هدف. لكن مايلسون دائما وابدا يثبت نفسه انه من افضل الحراس الموجودين في الدوري. انتهى الشوط الاول بتقدم النصر عن طريق ايمن يحيى بهدف دون مقابل. لايكاتكم واشتراكاتكم الى ان يبدا الشوط الثاني. لا 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 انا دوبي جاي، 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 انا دوبي جاي. كريستيانو انا دوبي جاي، انا دوبي نفس السماعة. مو حلو على طول هدف، خلنا اريح. كنت يا جماعة الخير تأخرت انا اصلي، والله هلا بالصلاة يا جماعة الخير. انا انصح نفسي وانصحكم، الصلاة هي الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. اسأل الله ان يوفقنا ويسعدنا سعادة الدارين يا رب العالمين. لتصل مرة اخرى الله يا اوتافيو. ايمن يحيى، ايمن يحيى، ايمن يحيى، ثاني هدف تضيع ايمن يحيى. شوفوا تاني كيف زعلان، ولو حط المخرج الكاميرا على المدرجات كلهم حيكونوا زعلانين. ما في اوفسايد، ما في اوفسايد، هذه فيها هدف المفروض. لكن مايلسون، لكن مايلسون، مايلسون، مايلسون يمنعك للمرة الثانية من هدف. شوف تامي، وتامي شيء ممكن يبكي. وشوف هذه الهجمة، وشوف هذه الهجمة. مايلسون يا جماعة الخير، لولا الله ثم مايلسون النصر ممكن ثلاثة ولا أربعة. إيش اللي قاعد تسويه مايلسون؟ خطيرة 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 خطيرة. والسي آر 7 لا يعرف إلا السي، ولا يعرف إلا المرمى وهز الشباك. مايلسون والله انت ما قصرت اليوم، لكن قدامك صاروخ ماديرا كابتن النصر العالمي كريستيانو رونالدو. والله حلوه من سلطان الغنام، وحلوه من ايمن يحيى، ومره ثانيه للغنام، ومن ثم للسي ار 7. والله حلوه ما بين سلطان الغنام وايمن يحيى صراحه، ثنائيه مره حلوه، وانهاء اجمل من السي ار 7 ليصبح الهدف الثاني عشان يضمن التعادل. خيسوس خيسوس، ايش هالحركه، ايش هالحركه خيسوس؟ خايف من النصر، خايف من كريستيانو رونالدو. اه يا شيبه، يا ويلك يا شيبه، من شر قد اقترب.
ولا دقيقه هذا امس سوى الحركه دي قدام الاهلي وبالنهايه فاز. هذا الحين حيسوي علينا السيناريو نفس حق الاهلي يسوي كذا واو ادري ويخلي النصر يلعب الى اخر مره يفوز وتلاقيه ايش سايل الكات ويجري في الملعب الشيبه يجري في الملعب الشيبه كانه ما شاء الله شباب. شوف 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 المتعطش شوف الجيعان للاهداف وللالقاب يا اخوان ما شاء الله. انا والمحلق عين اتفق انه هذا الشخص حقق كل شيء لكنه ما زال متعطش للانجازات. مرتدة خطيرة. هذا النصر يجيب الثالث وينهي اللقاء. رجعوا دفاع رجعوا ايش رجعوا دفاع ومالتهم متعلق في دفاع. اوف اوف يا كريستيانو اوف يا كريستيانو يا الله جابت كريستيانو. لكن مايلسون رغم انه جعل بابا هدفين الا انه هو افضل لاعب في اللقاء. يا الله يا الله يا مايلسون كم هدف خلصت كم هدف انقذ. يا الله القائم كريستيانو ترى سوء الحال كان يطاردك الموسم اللي فات واهداف كثيره ومنها الدبل اللي كان في نهائي كاس الملك اللي كان اخر مباراه في الموسم. هذاك لو جاء كان ممكن من اجمل اهداف الموسم لكن القائم اعترض هذا الهدف. وهنا في هذا اللقاء القائم ايضا يوقف امامك ويمنعك من هدف. هاي السي ار 7 الموسم هذا ايش. لكن شو شو اتكلم على كعب اوتافيو ولا اتكلم على تصدي مايلسون ولا اتكلم على تسديده كريستيانو. ايش هذه اللقطات والحماس ان يمر يا ساديو لكن ايش هذا راحت بعيده عن ايمن. لا وزعلان ماني لا ولا ايمن وزعلان تسليم ثم ماني راح ثم ماني الله يا ماني الله يا ماني الله يا ماني الله يا ماني ايش قاعد تسوي. ايش جبت لي في صفه شخصيه ترى شويه تبدع شويه لعبك مره سيء اكمل على مستوى يا ابويا ترى جنات جنات جماهير النصر. انا اللي وهلا كذا قاعد احس انه في اثنين ماني في الملعب واحد مبدع وواحد لعبه مره سيء كل شيء قاعدين يبدل من بعض ولا هو نفس اللاعب مستحيل. الله يا الاسيست الله حيسوي مراوح حيسحب حيعرض ايش حيسوي هدى اللعب حيضيع ماني. هذا ماني هذا ماني هذا ماني النسخة السيئة. الهجمة الجاية ماني النسخة الفنانة هو كذا كل هجمة جواي بدع مستحيل. اوه با 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 كاسترو كام ريح تلسكا للنهاية. ماني تاي نسخة انت الحين حضيع ولا حتجيب هدف ولا حتناول. مايلسون 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 5 ولا 6 اهداف ملعب النصر مسجلها. ايش اللي قاعد تسويه مايلسون كم انفراده انقذت التعاون رغم هذا انه مسجل على بابك هدفين حرمت النصر من اهداف. ايش اللي قاعد تسويه مايلسون لولا الله ثم مايلسون كم كان حتقول نتيجه المباراه 150-0 مع كامل احترامي تقدير للتعاون من الانديه الكبيره ما يحتاج. لكن مايلسون سواه اليوم مو طبيعي ما شاء الله. اوفسايد 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 حيضيعها حيضيعها مايلسون حيتصدى مايسون حيتصدى. لا والله لا مايسون ولا اوفسايد. يا النصر ايش قاعد يصير؟ انا نفسي افهم ايش قاعد يسوي لعيبه النصر. يعني انتوا قاعدين تفرحوا جمهوركم وتعبوا جمهوركم في نفس المباراه. ايش اللي قاعد تسووه؟ هذه تضيع. كريستيانو فاضي الباب فاضي تضيع. لو جيت تواجه الهلال وضيعت الهجمات الهلال بطل السوبر. هذه الاخطاء البدائيه مع كامل احترامي حتندموا عليها. أوه. انا سراوي كاسترو كام ريحه. هل انت كنت ضامن يا كاسترو انك حتتاهل للنهائي؟ تلسكا انا سراوي نزل لارضيه الملعب. هل حيزيدوا عدد الاهداف ليضمنوا التاهل لمواجهه الهلال ام للذئاب كلمه؟ احب اوجه رساله لكاسترو ترى خيسوس موجود في المدرجات وكلنا شفنا هذا الشيء. ضياع الاهداف المتكرر اللي قاعد يصير من لعيبه النصر. هذا السيناريو لو صار في مباراه الهلال في النهائي ترى حيأثر على نفسيتهم بشيء سلبي جدا لانه انت فايز وقاعد تضيع صح يأثر شيئين لكن قدامك الهلال وتضيع ترى هذه حتهز اللعيبه هز مو طبيعي. فحذاري ان يتكرر هذا السيناريو في النهائي من امام الهلال. هذا شكلها خطيره هذه شكلها خطيرة. هلا الثالث هلا الثالث ما في أوفسايد ما في أوفسايد ما في أوفسايد. مسلسل إهدار الأهداف وليس الفرص مستمر مع نادي النصر. هذه الصراحة فاول هذه الصراحة فاول الحكم ما حسبها الحق حق بس هذه كيف تضيع يا نصر.
ترى الوضع غير مبشر رغم ان انتم فايزين 2-0. الوضع غير مبشر، حتواجه الهلال بهذه الاخطاء وبهذا الاهدار للاهداف. ترى وضعكم في النهايه حيكون خطير. اوه خروج للدون، تحيه للدون، تحيه للدون يا جماعه الخير. ها خروج الدون ولا خروج لماني؟ الرقم كان مكتوب ماني. يا شيبا يا كاسترو نادى كريستيانو وهو اللي اعطاهم الورقه حاط رقم ماني. يا شيبا ايش بك؟ ما تعرف الفرق بين رقم 7 ورقم 10؟ وتحيه لعبد الرحمن غريب، دخول عبد الرحمن غريب. تحيه لجميع اللاعبين. والله شوف كريستيانو تسمع كلامي يعني الحين اللاعبين. الله 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 حلوه. كويكبي الله يا الله هذه لو جات يا الله لو هذه جات ترى حتكون ترى يعني راح تكون تنافسيه حماسيه الى اخر دقائق المباراه. يا الله لو جات الكويك بيعرض برا شكلها سلطان مندش اعطاها واحده ركبه على الطاير بس الكره كانها طلعت مصلحه النصر. والله مي واضح طلعت ولا لان الاجواء ماطره بهذا الشكل. كرت مهرجان كروت. شوف في نص الملعب يعني ايش لها يعني ليش تدخل هذا التدخل القوي؟ ما ادري هجمه خطيره لا ما ادري يعني كرت بالمجان. ها دور على ايش كاسرو؟ اكيد دور على واحد من الادويه. استغفر الله العظيم. هذا ثاني ايش بك؟ خايف 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 من كريستيانو والنصر. اوه الحكم حيرجع الفار. هل بروز ياخذ احمر؟ هل بروز ياخذ احمر؟ لا 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 هي صراحه فيها تهور. بروزو هل جبت العيد؟ بالتاكيد بانها ستكون هي الصراحه فيها تدخل عنيف جدا والصراحه تستحق احمر. ووي بروزو هل فيها ووي بروزو انه سيكتب ووي بروزو في احمر وما حد يلعب قدام الهلال. شاف اللقطه الايطالي في احمر في احمر في احمر. بروزو جاب العيد. بروزو جاب العيد. أنا قبل شوي قاعد أتكلم إن أقول ليش التدخل هذا؟ فايز 2-0، هل هي هجمة مرتدة؟ لا، في نص الملعب، يعني ما في أي داعي لهذا التدخل. يا الله يا الله ما حيلعب نهائي السوبر. شوف كريستيانو، شوف كريستيانو هز راسه مو راضي على التصرف اللي صراحة تصرف يعني معلش صبياني. أنا آسف روزو، إيش هذا التصرف الصبياني؟ يا أخي لو هجمة مرتدة والله ما أسوي الحركة ذي. أنت فايز واخر دقائق المباراة وانت متأهل على النهائي. هذا شوت هذا شات الموية على 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 الدكة حق لعيبة النصر. لا لا انت تصرف مو صبياني 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 صبياني. والله كان الله بعون جماهير النصر. يعني الان الحين فرحانين وفايزين 2-0 ومتأهلين ضد الهلال. شوف كاسترو زعلان يقول ايش ما لها داعي ما لها داعي. انت الان نكت على كاسترو الشيبة ونكت على جماهير النصر. شوف كريستيانو شوف كريستيانو كيف قاعد يطالع. كريستيانو جاء عشان يشوف لقطة بروزوفيتش. ما في اي مبرر وما في اي عذر لبروزوفيتش اللي يسوي حركة زي كذا. ما في. قال الله معكم النصراوية. انهى الحكم. الف مبروك للنصر. الف شوف 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 كريستيانو شوف شوف كريستيانو ما هو راضي زعلان لانه بروزوفيتش جاب العيد. لا لا اوتافيو لا لا, لا 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 تقول اي مبرر ولا تقول اي عذر. لا لا كريستيانو كريستيانو كارت احمر مستحق صراحه. تدخل عنيف ويستحق الكارت الاحمر الصراحه. الحق حق واتمنى ما حد يزعل منه. هارد لك للتعاون. مباراه كانت جميله وبهذه النتيجه النهائي سوف يكون بين الهلال والنصر ديربي الرياض. اخر مباراه كانت الموسم اللي فات كانت نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر. وأول نهائي هذا الموسم حيكون بين الهلال والنصر. أوه هناك اعتراض من كاسترو وكريستيانو على الكرت الأحمر. بس أنا أقول كرت أحمر مستحق وأتمنى ما حد يزعل مني. لايكاتكم واشتراكاتكم. السلام عليكم.